أطلقت الهيئة الملكية بمحافظة ينبع برنامج متأهب في مرحلته الرابعة بعد عودة الحياة الطبيعية تدريجيا. الهيئة أطلقت على هذه المرحلة اسم التعايش. للحديث مشاهدين عن هذه المرحلة وعن برنامج متأهب ينضم معنا من مدينة ينبع مراسل الإخبارية مصطفى عباس. أهلا بك مصطفى، مساء الخير. لعلنا نتحدث بداية عن هذا البرنامج، برنامج متأهب الذي تقيمه الهيئة الملكية بمحافظة ينبع. أهلا بك أحمد والسادة المشاهدين الكرام أينما كنتم. بالفعل برنامج متأهب، هذا البرنامج الذي أطلقته الهيئة الملكية بمحافظة ينبع منذ بداية تفشي فيروس كورونا. يحتوي هذا البرنامج وهذا المشروع على عدد كبير من الحزام التي تخدم الصحة العامة هنا في محافظة ينبع. أربعة مراحل، مر منها ثلاث مراحل، والآن نشهد انطلاقة المرحلة الرابعة التي أطلقوا عليها مرحلة التعايش، والتي طبعا تأتي بعد العودة مع الحياة الطبيعية وبعد إيقاف منع التجول وكذلك العودة بحذر وبتحت شعار كلنا مسؤول. لا شك لله الحمد والشكر، يعني الآن محافظة ينبع في تدني كبير في عدد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد. ذلك يأتي طبعا نظيرا لحرص مجتمع منطقة ينبع على الوعي التام والحرص الكبير، وأيضا على مجهودات الزملاء والطواقم الصحية التي تعمل للقضاء على هذه الجائحة. للحديث أكثر عن متأهب وعن مرحلة التعايش وعن ماذا قدمت الهيئة الملكية بالمحافظة بخصوص هذا الموضوع، انضم معي في اللقاء الدكتور فؤاد الشعيبي وهو مدير الشؤون الطبية بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع. نرحب فيك دكتور عبر نشرة النهار. يعني مرحلة جديدة وعودة بحذر بهذا البرنامج المتأهب، للحديث عن برنامج متأهب بشكل عام وأيضا عن المرحلة الرابعة من هذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برنامج متأهب هو برنامج عبارة عن تسجيل جميع السياسات والإجراءات التي سوف يتم تطبيقها للتعامل مع جائحة كورونا منذ بداية الأزمة في بداية مارس 2020. يتكون البرنامج هذا من عدة مراحل. كانت المرحلة الأولى نسميناها احنا مرحلة الاستعداد، مرحلة تجهيز الفرق الطبية، تجهيز الأدوات، إكمال جميع الاستعدادات لاستقبال الحالات الإيجابية. المرحلة الثانية بدأت باستقبال الحالات الإيجابية، وكانت أهم ما يميز المرحلة الثانية هو إيقاف مثلا العيادات الخارجية، إيقاف العمليات المجدولة، وإيقاف تقريبا جميع الأنشطة الموجودة في المستشفى للتركيز أكثر على حالات الإيجابية، حالات كورونا. بعد كذا بدأت المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة تكاثر الحالات، بدأت في أبريل تقريبا، وصلنا إلى أكثر من 50% من السعة السريرية المخصصة لمرض كورونا. وبدأت في أهم ما يميز المرحلة الثالثة وجود افتتاح المحاجر الصحية، والحمد لله كان عندنا ثلاثة محاجر صحية بواقع 150 سرير، وكانت بجهود ذاتية من الهيئة الملكية تنظيميا وتشغيليا. طبعا المرحلة الرابعة بدأت مؤخرا بعد فتح جميع الحياة الطبيعية، عودة الحياة الطبيعية. أهم ما يميزها المرحلة سميناها طبعا مرحلة التعايش، عودة العيادات الخارجية للعمل تدريجيا، وصلنا تقريبا بنسبة 50% لعودة جميع العيادات. بدأنا نجدول العمليات الجراحية، خاصة العمليات الجراحية السريعة اللي جراحة نسميها جراحة اليوم الواحد مثلا، أو الجراحات التي لا يستغرق فيها تنويم المريض أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام. طبعا مرحلة التعايش أيضا يفهم منها أنه المرض والفيروس لا زال موجود، لكن مرحلة التعايش هي التعايش مع هذا المرض وفق الاشتراطات والاحترازات الجديدة المعمول بها. لكن دعني أسألك، يعني لفت انتباهي من خلال المنشورات الإعلانية كلمة الفريق الذهبي المنتشر على صفائح المنشورات. ما هو الفريق الذهبي التابع لهذا البرنامج؟ طبعا الفريق الذهبي، احنا ببداية المرحلة اجتهدنا نسوي فريق متخصص للتعامل مع الحالات الإيجابية فقط، وأطلقنا عليه اسم فريق الكوفيد 19. وخلال يومين عشان بث نزيد نوع من الحماس للناس للاشتراك في الفريق في فريق الكوفيد تيم، أطلقنا عليه الفريق الذهبي، والحمد لله كان الناس كلهم مبسوطين من هذا الاسم، وكان في مشاركات كبيرة جدا من جميع فئات الكوادر الطبية، سواء الأطباء، التمريض، الصيادلة، من جميع كل الخدمات الطبية المساندة، والحمد لله. فأطلقنا عليه اسم الفريق الذهبي. نعم.
إذن كل الشكر لضيفي وضيفكم العزيز الدكتور فؤاد الشعيبي على هذه المعلومات. لا شك يعني متأهب والفريق الذهبي وجميع الكوادر الطبية اللي تعمل ليل نهار هنا في ينبع وأيضا في جميع الشؤون الصحية بالمملكة العربية السعودية تعمل يدا بيد للقضاء على هذه الجائحة. نسأل الله أن تكون هي أيام قليلة تفصلنا عن القضاء التام عن هذه الجائحة في المملكة العربية السعودية، وهذا يأتي طبعا بالمجتمع مجتمع المملكة العربية السعودية ودورهم في اتخاذ الإجراءات بكل تأكيد، وأيضا تكاتف الجميع في مواجهة هذه الجائحة. شكرا لك من ينبع مراسل الإخبارية مصطفى عباس.